في رمضان الكريم. رمضان كريم أخي عادل، ورمضان كريم أيضا صديقي سليم. والله كنا نتناقش قبل البارحة على الموضوع نتاع الخبر والإشكالية تاع بيع المجمع، وبالتالي أنا كانت عندي الفكرة أنه ذكرنا قارنا بين أزمة الخبر حاليا وقارنا بين القضايا الكبرى اللي تناولها القضاء الجزائري في السابق، ولما أصلنا قضية الخليفة ذكرنا أنه أساس العمل القضائي الذي أنجز آنذاك كان هو على أساس ما قام به الموثق. إذا كانت الآن وزارة الاتصال تقول أنه لا يمكن لأي كان أن يشتري الخبر إذا كان عنده جرائد أخرى، وبالتالي هنا رانا أمام وضع غير صحي تماما، ما دام أنه الموثق لم يتم استشارته أو لم يتم التصريح، لم يتم الاستماع إليه في هذه القضية، لأنه لو تم الاستماع إلى الموثق سيقول أن هذا العقد حسب ما تمليه قوانين الجمهورية هو عقد صحيح. ماذا كان سيكون موقف قاضي التحقيق، وماذا كان سيكون موقف القضاء من أقوال الموثق؟ ربما هنا نحن أمام إشكال، نحن هنا لا نقوم مقام القضاء، وإنما فقط ننير الرأي العام. هناك نقطة مهمة هي الموثق، لم يتم التطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد في هذه المسألة، وأظنها حسب رأيي مسألة مهمة جدا أن نستمع للموثق، وحتى يقال في الملف أن هناك جهة قضائية حتى الموثق هو يمثل الجهة القضائية لأنه حارس قوانين الجمهورية ومطبقها ومنفذها. وبالتالي أعتقد أن تصريحات الموثق في ملف بيع الخبر، في ملف صفقة الخبر، هو معطى مهم ومهم جدا ربما يتم الاستناد عليه. يعني في نظرك أستاذ عبد اللطيف، يعني لماذا أبعد ملف الموثق من قضية الخبر؟ لماذا؟ صديقي خليني نروح من جانب الإعلامي. أنا لا أملك يعني معلومة دقيقة تقول لماذا أبعد الموثق، ولكن أقول أنه الواقع هو يقول أن الموثق لم يتم الحديث معه، ولم يتم التطرق إلى قضيته بتاتا. نقول لك هذا سهو من العدالة، ربما نقول لك سهو حتى من دفاع عن الخبر، أقول ربما هذا فقط تساؤلات. أقول هل هي أمر، لأن هناك بعض التعليقات مثلا وأنا أظنها هي تعليقات ترجع لأحد المتخصصين في القانون، قال لي لما كتبت المقال أنه لا يمكن العودة إلى عقد الصفقة حتى ولو إذا كان صحيحا، وبالتالي للقضاء الحق في الطعن في هذه الصفقة حتى ولو كان العقد الموثق هو عقد صحيح. وبالتالي هذه آراء. أنا احنا عثرنا الموضوع والمختصين هم اللي يحكموا، لكن حسب ما أعتقد وحسب التجارب الإعلامية وحسب القضايا الكبرى اللي غطيناها كإعلاميين حسب تجاربنا وخبراتنا في الميدان، أن الموثقين في مثل هذه القضايا كانت لهم كلمتهم في الملفات الكبرى. لكن هناك من يقول أستاذ عبد اللطيف، هناك يقول التجاوزات التي قام بها الموثقون، ليس كل الموثقون لكن غالبية الموثقون في مجال ربما لموبيلي ولا في السكنات ولا نعم. يعني ربما هذه التجاوزات اللي خلات القضاء يتغاضى عن هذا الموثق المطعون ربما في يعني في 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 مهنته الآن. شوف خويا عادل، انا لا يمكن اني اطعن الآن في الموثق. صحيح انه الموثقين كثيرا ما كانت لديهم نقاط ظل ونقاط سوداء في اعمالهم وفي منجزاتهم. نحن هنا لا يمكن ان نشكك في كل الموثقين، ولكن القضايا الكبرى في الجزائر التي عالجها القضاء كثيرا ما كانت تعالج من زاويه اختلالات او تجاوزات قام بها الموثقون. ولكن هنا
نحن لا نعلم إن كانت هناك تجاوزات أو لا. المبدأ هو أنه ما قام به الموثق الذي أبرم الصفقة التجارية بين مساهمي الخبر وبين ناس برود هي تبدو إلى حد الآن صفقة عادية في إطار احترام قوانين الجمهورية. لأنه لماذا؟ لو كان هناك أي شيء يخالف القانون لا أعتقد أنه موثق يعني شاتي بلا يعني كما نقوله يعني يقدر يجيب الاكسار راس روحه يعني ولا يؤدي بنفسه إلى أمر لا تحمد عقباه. وبالتالي مبدئيا أعتقد أنه لو كان هناك أي شيء غير عادي في صفقة لكان الموثق ألغاها أو لكان الموثق عمل على عدم الذهاب فيها بعيدا ولكان ظهر هذا الأمر منذ البداية. لكن الآن ما دام الموثق شاف انه الصفقه شكل مضمونه صحيحه هل الموثق كان سيغفل على الماده 25 في قانون الاعلام اللي تقول ربما انه الشخصيه المعنويه لا يمكن ان تملك جريدتين في نفس الوقت في حين انه دفاع عبراب دفاع الناس برود يقول انه هنا قراءه خاطئه بكل صراحه قراءه خاطئه لهذا الماده. جميل. رساله اليوم خرجت من عند مهدي بن عيسى يقول معنوياتي مرتفعه جدا وعليكم بمواصله المشوار وبعض الرساله للصحفيين. نعم الان هو نشوف ان معنوياتك مرتفعه انت ايضا سي عبد اللطيف لانك انتقلت من الشروق الى الخبر ربما البعض يحسبها مجازفه اليس كذلك؟ طبيعة الحال الكثير من الزملاء قالوا لي يعني اتيتر اميكال قالوا لي انت مجنون يعني كيفاش في هذه الظروف الخبر في حالة سقوط وربما رايحة في طريق الاندثار انت تنتقل من مجمع اعلامي مستقر لبس به الى مجمع مصيره مجهول. انا من يعرفني يعرف الموقف تاعي. انا مستعد اني اعمل في الخبر بالمجان في هذه المرحله ما عنديش ولا اشكال. المبدا هو التضامن. هذا المجمع الخبر هو مجمع سابق كبير علينا جميعا كبير حتى على الحكومه الموجوده حاليا. الان انا نقول لك عندي معلومات انه حتى وزراء في الحكومه متضامنين تضامن كبير مع الخبر ضد وزير الاتصال ولكن لا يستطيعون التعبير عن ذلك. شفنا وزراء كثيرون يعني يقولوا انه ما يحدث للخبر والله امر مؤسف جدا ولكن الله غالب ما يقدروش في اطار التضامن الحكومي هذا يملي عليهم هذا الامر. في اطار التضامن الحكومي ينبغي ان يبقوا مضامنين حكوميا واكثر من ذلك الامر هو موجود بيد القضاء يعني ما يقدروش يعبروا على ارائهم. الانتقال الى مجمع الخبر الان في هذه المرحله على قناعه شخصيه عندي ومتضامن مع الخبر الى ابعد 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 الحدود. ليس الخبر فقط سبق للجزائر نيوز وان مورس عليها نفس الامر سبق لقناه الوطن لقناه الاطلس لو ماتان جريده الفجر يعني منذ مجيء بوتفليقه التجاوزات ضد الصحافة ضد الإعلام ضد حرية التعبير لا تعد ولا تحصى هذا أمر إذا ما ضامنوا الصحفيين في بعضهم بعض أمام لا لكن إلى مدى يعني مش يقدر يوصل هذا التضامن. الناس تتكلم على قضية ربما غلق الصحف ليوم واحد أو يعني شيء ملموس لكن شوف أن التضامن هذا شكلي. خويا عادل لو انت تعرف وسليم يعرف والجميع يعرف الصحفيين يعرفوا ان التضامن بين الصحفيين قليل وينجح ما لسه ادري ما على باليش لماذا يعني الشرطه ما عندهمش نقابه لما حبوا يضامنوا على مسائل اجتماعيه ضامنوا الرجال كل يعني قال لي كور كونستيتوي في الجزائر عندهم نوع من التضامن. احنا الصحافه لا ادري لماذا ربما يكون كل صحفي عنده نظره في راسه ربما كاين ديبوندونس بزاف الصحفيين لو موفمون تاعهم دو سوليداريتي كثيرا ما يتكسر
تكسر في ايامه الاولى او ربما في محاوله او محاولتين. لست ادري لماذا، ربما لترجع للتركيبه الايديولوجيه. خلونا نسال سليم لانه اشتغل معك عن قرب، هو عنده شهادات يعني. سليم اسبق منا جميعا في هذا الامر. نعم جميل، تفضل سليم. واش رايك؟ نحييك عبد اللطيف الزميل الصديق. طبعا انا يعني ما كتبه قضيه الموثق انا عجبني كثير، وهي نقطه كثير مهمه، وكان يجب ان يتم الاستماع الى الموثق في هذا، لانه هو الذي ابرم العقد وهو الذي تاكد بان كل الوثائق قانونيه، والا يبقى احتمال اخر انه يكون هذا الموثق مثل ما تقول انه متواطئ معهم، يعني متواطئ. ضربت نعم. شرعيه الموثق خاصه طبعاً. بعد يعني قانون عنده اسبوع ولا اسبوعين نعم. خرجوا قانون انه يمنع الموثق انه يبرم صفقات في الاطار العقارات، يعني هذا شيء خطير. بالفعل. هل عنده علاقه مع الخبر؟ نبقى نسال. لا، هي اشكاليه كبيره انه مثل ما قلت كل سيكتور يتم ضربها. نرجع قضيه حساسه جدا بالنسبه لي، وهي قضيه التضامن الصحفيين. في التسعينات ما تنساش انه كنا نضرب نسجن ونقتل ولا يتضامن معنا الزملاء، لسبب بسيط انه نجحت السلطه في شق الصف، ووقع ما يسمى الاستقطاب الايديولوجي. فكان مثلا جريده المطه اللي بعد اصبحوا اصدقاء، يعني سواء جاكون اللي يعرفوا بالقايم او بعد خرب مالطا او 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 بنشيكو، يعني بعد ما ضرب العامين وكذا منا تولوا كل باللي كنا ضحايا. تعرف كانوا يقولوا علينا وعلى الجريده، يقولوا سليم صالحي لو ديريكتور جينيرال دو العالم السياسي بروش دي اسلاميست، يزيدوا هكذا علاه بور دوني ان سين اللي جينيرو جماعه اللي ماهوش فايقين، يعني او هذا العابي طبيعي او هذا هو تاع الاسلاميس وتاع الفيس وتاع الجماعه وتاع يعني المهم يعطولك ايتيكيت يعني. بالفعل وبالقائم وجماعه يقدروا يشاهدوا. كانت شعره واحده يمسوها مع من عند صحفي في التسعينات، هذه الصحفي فرانكوفوني يخدم في الوطن ولا لا، والله العظيم تلقى النقابه لما يطلع برس تحرك الوزاره مثلا الوطن كاتيتر ديكزوم كيما الوطن، يعني ما فيش تضامن معهم حتى. لا نحكيك على الماضي يعني. شوف يعني عندها اساس، وصل حتى يتم اختطاف صحفي عبد العزيز بو عبد الله. ما تنساش القناه او الجريده الوحيده انا ذاك اللي قدرت تكتب عليه شويه معنا هي الوطن، الباقي كل طفي. عليه؟ لانه هذا تبع العالم السياسي للجريده ارابو فون، ما يسمى ارابو اسلامو بعثيست، فكانوا يغطيو علينا. كانت السلطه تضرب والصحافه ما تنظمش معنا. هذا كله استمر. هو خف الان، لكن انا نسال ثاني عبد اللطيف ونقول له الى متى هذا عدم التضامن؟ ما تنساش باللي جعفر شلي شعره تما الاطلس ام عزيز الوطن الان تبحث على يعطيك الصحه على على, على ابنها الصحفي. اذا صديقي عبد اللطيف الى متى يعني احنا كبرنا دوكا، هل نستطيع ان نغير في الامر هذا؟ وهذا هو السؤال، وانه ما يصيرش فقط نضمنوا مع الخبر والوطن، نصير نضمنوا مع الخبر والوطن وايضا الفجر واي جريده اخرى، ونستطيع ان نكسر كل شيء اللي عملته السلطه من انه تزرع فينا الاستقطاب الايديولوجي والمصلحي. اثار الموضوع عبد اللطيف في قضيه النقابه اخيره قضيه النقابه، يعني هذه النقابه التي تجمع، يعني لماذا لا يوجد نقابه صحفيين؟ هاو نعطيك سبب الاخر اللي كنت نختم به. من قبل كان الاستقطاب الايديولوجي، نعم الان ولا استقطاب ايديولوجي واستقطاب شكاره ايضا، يعني ولا ويخلصوا صحفيين جدد طالعين زواوش القرمود يعطوهم 100 200 مليون ويقولوا سب فلان وعلان وما تضامنش مع فلان، وامر خطير ايضا. خلينا نرجع لعبد اللطيف، اعطينا يعني وجهه نظرك في هذا القضيه. شوف عادل سليم، انا منذ افريل منذ وقوع او رفع الدعوه القضائيه ضد مجمع الخبر، وانا نتبع ومن بعد انتقلت للخبر وسمعت كثير من الاراء وتناقشنا في المقاهي في قاعة التحرير في كل مكان. الآن أصبحت خبزنا اليومي، يعني كل واحد وشي وكم اللي ما راهش حاب يتضامن مثلا لأنه أبراد، من اللي ما راهش حاب يتضامن لأنه كاين بعض ليزاكسيونار مازال ما باعوش ويقول لك هذه قضية بزنسة أنا ما نضامنش مع لي مليارديرات، كاين اللي ما راهش حاب يتضامن لأنه لا يتفق مع خط الخبر.
كاين اللي ما يحبش الضامن ايضا مع الوطن يقول لك لانه البارح كانوا يسار واليوم راهم يمين متطرف وعندهم مواقف متقلبه تاريخيا وكذا ما عندهمش مبادئ. انا ما نتفقش معهم ما نضامنش معهم. كاين اللي فقط عنده اشكال واحد مع صحفي واحد في قاعه التحرير يقول لك انا ما نضامنش مع هذه الجريده. يعني كاين اسباب ومبررات يعني ينبغي لها الجبين، في حين انه التضامن في مثل هذه الاشياء ينبغي ان تذوب فيه كل الحساسيات، ينبغي ان تذوب بسببه كل شيء كاع لي ديفيرون، يعني ما لازمش يكون هناك اختلاف في المبدا. انا لما نوقف اليوم على الخبر انا ما نوقفش مع رباب ولا مع علي جري ولا مع اي واحد يقول اكسولار، انا واقف مع المبدا انك لا يمكن بهذه الطريقه ان تسيء لمجمع اعلامي كبير. يا صاحبي حتى الوزراء حتى المسؤولين الكبار في الحكومه راهم متضامنين مع الخبر. هذا امر مش ممكن انه الدوله اللي راهي قائمه بهذا الامر بالقضاء يعني متضامنه مع الخبر وانت كصحفي مش متضامن، هذا امر غير عادي، هذا امر غير سوي. يعني انا جورنالست مابل امي كونفرار امي زامي لي جورناليست يتحدوا مش يتحدوا فقط لترقيه المهنه، يتحدوا فقط للحفاظ على سمعة الصحفي، للحفاظ على سمعة المؤسسات، لأنه اندثار مؤسسة إعلامية هي اندثار فرصة عمل، حتى لا نقول شيء آخر. سي عبد اللطيف فرصة عمل. شكرا جزيلا عبد اللطيف بن القايم الكاتب والصحفي، شرفتنا بحضورك، إن شاء الله تكون لنا مواعيد أخرى، شكرا جزيلا لك وصحف طرق.